حسن، مروان جالي وهددني. أنا بكلمك على فكرة. هي البعثة اللي بتحفر في البر التاني أخبارها إيه؟ شوف أنا بكلمك في إيه وأنت بتتكلم في إيه؟ أنا سمعت إن قدامهم 6 شهور ولو الدنيا ما ظبطتش هيمشوا. الكلام ده صح؟ في شغلتنا دي اللي بيفكر إن هو جاب الآخر بيقع على جدور رقبته. طب زين إنك عارفة، قولي الكلمتين دول لنفسك. مروان مش سهل خالص. بسيطة. دخليه مستشفى المجانين، مش حكاية يعني. على فكرة ما ينفعش نتكلم مع بعض بالشكل ده. لا هينفع. وغير الطريقة دي يا ريم. وأنا مش هشغل بالي باللي بيعمله مروان. وحكاية فرق تزد دي بقت بايخة وقديمة. وأنا خلاص اتعلمت الدرس. ومش هقع في الحفرة تاني. وإحنا دلوقتي في اللي يقدر. مش اللي يلحق. ومروان جالك لأنه عارف إنك هتيجي تقوليلي. وأنا حسن اللي لما يعرف أياً كان مين بيستجلي بيه هيتجن وهتهب منه وهيروح يمسك في أي حد. أنا لا يهمني إن مروان جالك ولا يهمني إن مروان بيهدد ولا يهمني إنه مش عاجبك اللي بيحصل. أنا كل اللي يهمني أنا هوصل لإيه وكيف وبس. ماشي، كلامك صح. ودام انت جبت معايا كده من الاخر انا كمان هعمل معاك الصح. اللي هو انا كمان هفتح ورايا قدامك ونفتح مع بعض صفحه جديده. وماله، مش هنخسروا حاجه حتى لو هنقطع الصفحه دي بعد كده. يا الله يا ابني. ايه يا عم دي؟ رايح على فين؟ سيبني اعمل اللي في راسي يا مروان. في حد زعلك؟ في حد قال لك كلمه كده ولا كده؟ ولا عشان محروس؟ لو عشان محروس انا مكلفه كده بكام شغلانه، يعني غيابي عنك انا السبب فيه. الهي ما يرجع ولو اشوف وشه تاني. فاكر انه ده شاغل بالي؟ لا. ان شاء الله كل حاجه هتبقى زين. تعالي. تعال اقعد يا عم. قولي لي ايه اللي مضايقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. والله اغلى حاجه عندي. ايوه انا عاوزاك تقول كده ومش كده وبس. انا عاوزاه يبقى مسؤول منك، يبقى في رقبتك يا مروان. كمان ربنا يخلي ابوه. ولد يتيم من غير اب، اللي يبقى محروس ابوه يبقى يتيم يا مروان. الواحده مننا محتاجه راجل تتباهى بيه قدام الناس، يبقى ظهرها وسندها، يحميها في الدنيا. لما تمشي جنبه تحس انها ست الستات. مش بالفلوس يا مروان، لا، بالنخوة والهمة، بطريقته اللي تخلي مراته تقول يا سعد يا هنايا اني متجوز الراجل ده. اوعى يا مروان، اوعى تعمل اي حاجة تخليك تنزل من عين زينب. اوعى، زينب باعت كل حاجة عشانك، غمضت عينيها عن حاجات انا مش قادرة اغمض عيني عنها عشانك. زينب دي ست البيت، هي تاج على روسنا كلنا، اللي تكتم في قلبها الهم وتقول أهلي مهما عملوا هم اللي باقيين. اللي تسامح للدرجة دي لازم تتشال في القلب والعين وتتحط على الراس كمان. خد بالك يا مروان، زينب عايزة عيلة مش عشانها، لا، عشان اللي في يدك ده وعشان اللي جاي وعشان ولدك اللي نايم فوق. عمتي انت عماله تاخديني شمال ويمين، تقصدي ايه؟ لا مش قصدي حاجه. اسال مرتك. رايحه على فين؟ رايحه ازور اخوي، عايزاه يسامحني على اللي احنا عملناه فيه. اقعد اقعد. انا شيلي يدك، ما تحطيهاش عليا، انت فاهمه؟ استني حد يوصلك. لا مش عايزه حد.
استغفر الله العظيم. قولي لي يما، اللي بينك وبين عمتي ايه؟ خليها مش طايقه تقعد معاك في مكان واحد ليه؟ اها ولا حاجه. هيكون ايه يعني؟ ما عرفهاش هي اتجننت، اعمل لها ايه؟ الله يكون في عونها ولا ياخدها. سمي يما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله 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 بسم الله. فاكر يا عبد الله؟ فاكر لما كنا نطلع نلعب في الغيطان والعيال يضايقوني، كنت بتعمل ايه يا اخوي؟ كنت بتضربهم، كنت تقول لهم الا فوزية. ايوه فاكره. فاكر يا عبد الحكيم لما كنا نقعد على السفره في رمضان وانا ابقى زعلانه عشان ابوي بيديك حته لحمه زياده، كنت بتعمل ايه؟ كنت تاخدها وتشيلها وتيجي تقول لي خدي يا فوزيه انا لا يمكن اكل منها قبلك. راح ده كله فين بس يا ربي؟ الحنيه اللي كانت في قلب نادي كلها راحت فين؟ ايه اللي قسى قلبنا على بعض؟ مش جبرية اللي موتتك يا عبد الله، لا، انا لما نسيت انك اخوي، لما نسيت انك حبيبي، لما نسيت ان انت ظهري وسندي وانا عينك وقلبك، لما نسيت ان عبد الحكيم جزع في شجرة لما تعوش كان لازم اعدله، سامحني يا عبد الله، سامحني، سامحني يا عبد الله، سامحني يا اخويا. ازيك يا غالي، يا اغلى الناس، يا احسن الناس، يا اللي جيت تترمي في حضني وانت في ضيقه وانا قفلت الباب. ازيك يا عمري، يا عيني، يا قلبي، يا اخوي، يا اللي اخوي وصاني عليك ووصاك عليا، انت اللي اشتريت وانا اللي بعت، كلنا بعنا الا انت يا عبد الله. أنا جاية لك يا نعين فوزية، جاية لك يا أغلى عندي من نفسي، يا غالي بالقوي. يا عبد الله، لو ترجع وأحب على يدك وأحب على رجلك. يا عبد الله.